الخير على المتابعين طبعا. انا مبسوطه طبعا السبسكرايب بيزيد مش كتير بس واحده واحده. الناس اللي متابعاني انا النهارده لو انتم شايفين دلوقتي انا جايبه الحاجات او الادوات او الحاجات اللي هنستخدمها. هنعمل النهارده الاندومي او النودلز بالكوري على طريقتي يعني. هي طبعا في ناس كتير بتعمل بطريقتها، في طريقه كوريه انا عملتها قبل كده وفي طريقه مصريه، كل واحد بيحط اضافات اللي هو عايزها. انا دلوقتي جبت لكم الحاجات اللي انا هستخدمها لو انتم شايفينها كده، هي تقريبا واضحه. ده الكاتشب، هستخدم الكاتشب فيها وهستخدم فيها الصلصه والبابريكا، وكمان انا مقطعه هنا بصل اخضر وبصل عادي وفلفل، كل دي اضافات هحطها. ممكن نحط دي سمنه روابي طبعا زي ما انتم شايفين، ممكن نحط سمنه زبده زيت حسب كل واحد ما عايز هو بيحب يستخدم ايه. خلاص كده انا مستنيه الميه بتغلي عشان احط الاندومي اهو. ده انا جايبه النهارده طعم الفراخ، هو طبعا يعني معروف جدا طعم الفراخ. تابعوني وشوفوا طريقتي في طريقه عمل الاندومي على طريقتي انا. بقى هفتح الكيس بتاع الاندومي وزي ما انتم شايفين كده الميه ابتدت تغلي تمام كده. انا بقى هحطها كده، انا عملتها قبل كده بالطريقه الكوريه كان فيها اضافات مختلفه والنهارده فيها اضافات مختلفه تاني، يا رب تعجبكم. اللي عجبه بقى الفيديو يا جماعه يا ريت لايك شير كومنت اي حاجه تساعدني في دعم القناه، قناه جديده ولسه في بدايتها يعني. هرجع لكم بعد ما شويه يتظبط الاندومي ده ويستوي. انا طبعا اهو استوى شويه، بحاول انا افكهم مع بعضه. طبعا الناس اللي شافت قبل كده القناه هتلاقيني جبت ادوات مطبخ كتير جدا، صواني وحلل وحاجات كتير على اساس ايه هنطبخ هنكسر الدنيا، بس اخرتها يعني كل ادوات المطبخ. اللي ما شافش يا جماعه الفيديوهات ينزل يشوف ادوات المطبخ يعني كميات كبيره جدا. في الاخر بعمل اندومي، مش مشكله هستخدم برضو الادوات الايام الجايه ان شاء الله. بس الواحد لما بيكون بياكل حاجات كتير بيبقى عايز بقى حاجه يعني تفصل، زي مثلا اندومي، فسيخ، رنجه، اي حاجه، مش على طول اكل، الواحد بيزهق برضو. دلوقتي هو كده اعتقد ان هو الى حد ما اتفرد كله كده. نحط بقى الحاجات بتاعتنا، الخلطات الحاجات اللي هنستخدمها، الصلصة حسب بقى الكمية، كل واحد حسب هو عايز قد ايه كده. انا بالنسبة لي تمام. هنجيب الكاتشب ونحط برده كاتشب زي ما انتم شايفين قد ايه، هحط كده كميه يعني كميه مش بطاله، والبابريكا هفضل اقلب بقى كده كل الحاجات دي مع بعض. الميه قلت عادي، انا ممكن ازود حبه ميه تاني مفيش مشكله، حبه ميه ازودهم تاني عشان اقدر اضيف الاضافات التانيه. طبعا انا ضفت شويه ميه كانت هتبتدي تنشف عشان لسه انا هحط حاجات تانيه يعني الاضافات التانيه. عندي بقى هنا انا طبق ده فيه كل حاجه، الفلفل والبصل، بصله متقطعه، وفي ده البصل الاخضر في الاخر هترش، البصل الاخضر في الاخر هنرشه من فوق. هحط كمان عندي بيضتين مسلوقين، هوطي كده شويه
كده البيضتين المسلوقين انا سلقاهم اصلا قبل كل الحاجات دي ما عملتها. في ناس ممكن تحبها ساده، وفي ناس لو يعني استعملت او شافت الطريقه دي هتعجبها حسب كل واحد ما هو بيحب. انا بحبها كده بصراحه. هو الطريقه دي مش طريقه مصريه، يعني طريقه الاسيويين بيعملوها، كوريين وكده اعتقد. كده كده خلاص. في الاخر بقى انا هرش كده الاخضر ده عليها ونقفل عليها كده. شكرا كده الاكله جهزت وبقت تمام. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم لايك كومنت، قولوا لي ايه رايكم، عجبكم الطريقه، حتى لو ما عجبتكمش مفيش مشكله قولوا لي برده. وشكرا لكم ان شاء الله، واستنوني الفيديو الجاي. باي باي.